بعد ما جابوا لي المسودة حقتها أنا سألتهم سؤال، قلت لهم المبادرة دي طبعا المشكلة من وين والوراء منو كده، فأنا يعني قالوا لي هي 14 لجنة، قلت لهم جيبوا لي ال 14 لجنة دي أنا براجع أعرف ال 14 لجنة دي هي منو. وبعد ذاك نحن لو بقت مبادرة وطنية، مبادرة سودانية وطنية دار تجمع شمل الناس، أكيد الناس كلهم تلتف حولها، فإحنا ما دايرين تاني نخمل لأي مبادرة وبكرة تاني نرجع للحالة زي ما يقولوا حليم العادات القديمة، ما دايرين إحنا دايرين نصلي وفاق. هتتكلم عن الدعم السريع ودمج الدعم السريع للجيش وايه ما عارف والدعم السريع ده قام له شنو؟ الدعم السريع ده يوم قام انا بتكلم بهذا الكباري كوبري كوستي عشان يهدوا الجماعه ميجوا خاشين الجماعه دي. هو قام الدعم السريع ده قام ساكت يعني ده تاكل يلعبوا صدقاني عضم الكلام ده ما بيبقى. الدعم السريع ده قام بقانون وقام ببرلمان قام ببرلمان منتخب وقام وعنده قانون وما كتيبة ولا سرية عشان يضموها. الدعم السريع ده قوة كبيرة، ما سرية هي ما كتيبة عشان انت تضمها زي ما داير وتتكلم زي ما داير. اخوانا كلام ده ما يبقى، كلام ده فرتق البلد دي. كلهم متفقين المصريين والإماراتيين والسعوديين في محاربة الإسلاميين، ده مشروع مهم جدا بالذات بالنسبه للاماراتيين نمره واحد، لكن الجماعه الباقيه برضه مشتركين معاهم في الحته دي. الاماراتيين دايرين حرب مفتوحه مع الاسلاميين في السودان، في غير السودان، كان في ان شاء الله في جرينلاند ذاته لو لاقين طريقه يحاربون. ده مشروع بالنسبه له مشروع حياه وموت. أنا بفتكر أول حاجة لسببين، السبب الأول لأنهم جزء من المشروع الصهيوني اللي هسه ماشي في الطريق ده وصفقة القرن اللي بيقولوا له، وهم الناس الأساسيين القائدين المسألة. السبب الثاني الناس الخليج كلهم بفتكر أن المعارضة الحقيقية عندهم في الخليج هي المعارضة الإسلامية، عشان كده المحافظة على عروشهم لا بيعتمد على القضاء على المعارضة الإسلامية دي. ولذلك بالنسبة لهم حرب مفتوحة.